إخواننا في الجمهورية الإسلامية دائما إلى جنب القضية الفلسطينية، حتى منذ ما قبل حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكانوا دائما بالمرصاد لعدونا رجالا وقيادة وشعبا. وبالتالي ما قدمه الإمام الخميني رحمه الله، وما قدمه أيضا سلفه الصالح السيد الخامني حفظه الله، وأيضا جنود المقاومة من أمثال الشهيد قاسم سليماني، نعم لا يمكن أن ينساه شعبنا الفلسطيني، وقد قدموا الخبرة وقدموا الرأي، وهم معنا حقيقة في نضالنا ضد هذا المحتل الغاصب، لأنهم باختصار شديد يؤمنون بعدالة هذه القضية، نعم وأنهم باختصار شديد يقومون بما يؤمنون به من أدبيات لهذه الثورة التي قلعت رجل أمريكا من المنطقة منذ بداية السبعين منذ أواخر السبعينيات.